قبل 4 سنوات كان نادر هنا داخل هذا المنزل يجلس إلى جوار الحجة نورية، واليوم كل شيء يعود بنا إلى حيث تستذكر جدته مسيرة حياته بعد أن قتل برصاصة قناص في جبهة ثعبات جنوب شرق مدينة تعز عن 18 ربيعا. كان يواسيني ويخرجني المطاعم، يأكلني ويمشيني، ولما راح رحل الشاب وجل ما تركه هنا بضع كلمات خطها في رسالة قبل استشهاده بنحو شهر، والكثير من الذكريات والحنين جسدت ملامحها هذه الأم في تفاصيل حياتها وزياراتها، حيث هذه الصور تعلو جدران المنزل وأخريات خبأتها هنا تتفقدها كلما أحرق الشوق مهجتها. منسيوش، يعني منسيوش أبدا، لما أروح جنبه منسيوش. بمشاعر لم يقعدها كبر السن ولا ضعف البصر، ولم تثنها المسافة الطويلة التي تقطعها صباح كل جمعة عن مواصلة شق طريقها لزيارة ضريح حفيدها وفلذة كبدها الذي يرقد في مقبرة الشهداء وسط مدينة تعز. ساعة طويلة تقضيها الحاجة نورية في أحب الأماكن إليها لتروي عطش قلبها المتلهف للجلوس بجانب حفيدها، تواسيه وتناديه، تحن عليه وتعيش معه بقلبها وروحها في لحظات تتجسد فيها فداحة المصاب وعظمة قلب الأم المكلومة. نادر حبيبي وقلبي وروحي، نادر عيوني، لو يقول برجع بديله روحي بكله. تواظب هنا حيث تقوم ببعض المهام، تزيل عنه الغبار والتراب مكابدة حرارة الشمس، وتلطف عليه بالقليل من المياه في قصة أثارت دهشة الجميع وضربت مثلا عظيما في الوفاء بالزيارات لقبر حفيدها. السنة الرابعة ولا تزال جذوة الشوق والحنين تقودها إلى هذا المكان حيث ينام نادر بكل سلام، تمضي ساعات في ري هذا الورد والريحان الذي نبت بجانب هذا القبر، تتعهده بالرعاية والحب والدعاء والكثير من الصبر. مها علي، قناة بلقيس، من مقبرة الشهداء تعز.